مرحبا فيكم يا أصدقاء بحلقة جديدة على قناتي حكم. أتمنى الاشتراك والتفاعل مع الحلقات لحتى تعم الفائدة للجميع. بداية يا أصدقاء، اليوم رح أشرح لك طريقة بناء موقع من الصفر حتى الاحتراف، حتى حصولك على ترافيك عالي جدا. قبل ما أبدأ يا أصدقاء، أتمنى الدعوة للشعب الفلسطيني، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. بداية يا أصدقاء، أي إشي بدك تعمل على الإنترنت واجب إن يكون في عندك ثلاث أمور مهمة. أول إشي الفكرة، ثاني شيء النيتش، ثالث شيء الاستمرار. اليوم في كثير أفكار موجودة خاصة بالذكاء الاصطناعي على الإنترنت، لكن شو الفكرة وشو الطريقة وشو السر في الموضوع لحتى أنا أتصدر فعلا نتائج بحث جوجل؟ الأمور الخاطئة اللي تعتمدها الناس شراء دومينات دون معرفة اسم الدومين، لأنك أنت بالحالة هذه بدك تبني مشروع بالطريقة الصح، فواجب أنك تكون عارف شو اسم الدومين. فأنا يا أصدقاء أول شيء راح أتوجه على استضافة اللي هي هوستنجر، تقدر تأخذ الرابط من هان وتشتري استضافة هوستنجر معك إضافة 100 دومين، مساحة ممتازة سريعة جدا رائعة في تقديم الخدمة والحماية. راح أتوجه على هوستنجر، هذه استضافتي، وراح أشتري دومين. طبعا قمت أنا بالأمس بشراء دومين هذا الدومين. لو أجينا الفكرة، بنيت فكرة موقع اختصار روابط. لو أجينا على الموقع المعروف اختصار الروابط اللي هو هذا الدومين، هذا موقع معروف عالميا باختصار الروابط. لو أجينا على موقع سيمرش، وأخذنا الدومين بالشكل هذا ولصقناه في موقع سيمرش. طبعا موقع سيمرش يعطيك إحصائية الاختلاف بين الأداة والووردبريس، إن الأداة فقط تعمل لها ترويج، أما الووردبريس واجب إن يكون في مقالات بشكل دوري. فلو أجينا على هذا الموقع يا أصدقائي، راح نشوف الإحصائية ثابتة على 3 مليون زيارة يوميا. حجم الروابط لهذا الموقع في المواقع الأخرى 59 مليون. طب هذا الموقع شو أساسه؟ هذا الموقع اختصار روابط وأيضا يعطيك رموز، لكن بعد 10 روابط يا أصدقاء واجب أنك تقوم بالاشتراك مثل ما أنتم شايفين. هذه أداة تقدر تستخدمها أنت في موقعك، في مشروعك، في الطريقة اللي بدك تربح فيها من الإنترنت. هذا موقع كامل متكامل تقدر تركبه عندك وتستخدمه. شو الآلية يا أصدقاء الصحيحة؟ أنا اليوم بدي أشتري أداة اختصار روابط وأعتمدها في موقعي وأتوكل على الله. فقمت يا أصدقاء بشراء دومين نفس اسم الدومين. لو أجينا، هذا هو الدومين، وبحثنا عنه في محرك بحث جوجل، راح نشوف نفس الدومين بالضبط. تمام؟ لو أجينا شفنا هذا الموقع أيضا اختصار روابط نفس الدومين لكن .cx، فهذه ميزة الصراحة كثير ناس تجهلها. كل ما كان الدومين أقرب للشيء اللي بدك تصنعه راح يكون نسبة تصدره أسرع بكثير. فهذا هو الدومين الجديد تاعنا راح نعتمده. أول شيء راح نرفع اللي هي الأداة اختصار روابط، مميزة جدا، سعرها تقريبا 59 دولار، راح اقدم لك اياها بشكل مجاني. قمنا الان برفع الملف المضغوط على لوحة تحكم الموقع الجديد. طبعا لو اجينا على هذا الموقع الجديد اللي هو .cx وتوجهنا على موقع سيمرش وقمنا بعملية فحص بسيطة لحتى أشوف شو النتائج، يعني هل الأمر رح ينجح معي ولا لا.
هذا الموقع أول ما بدأ ب36,000 حتى وصل 62,000 زائر يوميا. تمام. فحص عمر الدومين، عدة مواقع تفحص عمر الدومين. عمر الدومين أقل من سنة، 165 يوم، مثل ما أنتوا شايفين 165 يوم على حجم زيارات 62,000، ممتاز جدا. لكن شو اللي خلاه فعلا يتصدر؟ ان كان الاسم الدومين نفس اسم الدومين الرئيسي اللي متصدر بشكل مرعب جدا. فبعد ضغط الملف ورفعه رح ننتظر مدة دقيقتين ثلاث لحتى يتم رفع الملف بشكل سهل جدا. ففي ناس تجيك تستخدم بلوجر، في ناس تستخدم الووردبريس، وفي ناس تستخدم الادوات. انا صراحة مع تجربتي افضل الادوات، والسبب يا اصدقاء ان الادوات اصبحت مطروحة بشكل اكثر واكبر من الووردبريس. الووردبريس معروف مواقع اخبارية نيوز، للي بيحب ينشر مقالات فقط استخدم الووردبريس. لكن الادوات كل ما عليك الا انك تركب هذه الاداة بالطريقة الصح وتختار الدومين الصح. وبخصوص قبول ادسنس، مجرد ما صار عندك ترافيك ممتاز راح تبدأ بشكل اوتوماتيكي تحصل على قبول وارباح. ننتظر عليه مدة دقيقة لحتى ينتهي من التحميل. طبعا الادوات فيها خيارين، الربح من ادسنس وايضا اشتراكات مثل ما شفنا في الموقع المطروح. هذه الاشتراكات ايضا تقدر تستفيد منها بربط الموقع على بايبل. ففي كثير ادوات ممتازة مثل انشاء المقالات، تحميل روابط يوتيوب، انشاء موقع كرة، انشاء موقع افلام. هذه الامور تقدر تستفيد منها. فانا شرحت في بث مباشر فرجيت الناس صراحة عن طريقة تصدر محركات البحث عبر روابط مختصرة. كل ما كان الرابط أصغر بكلمة المفتاحية كل ما كان أفضل بكثير. انتهى التحميل، راح أسجل خروج كامل من كافة الملفات اللي تم تسجيل الدخول إلها والذهاب إلى الموقع. أعطانا هذه النتيجة. تمام. اول شيء راح اتوجه على ملفات الموقع. واعمل تحديث. الان يطلب مني بداية ابدأ تثبيت قاعدة البيانات والملفات والتأكيد. البي اتش بي 100%، بي دي او، الاكس ام ال، كل الامور بالسليم. نيكست. كل هالملفات هذه بالسليم. نيكست. الان نبدأ تثبيت قاعدة البيانات. اول شيء بدي اتوجه على هوستنجر او نيمشيب او اي استضافة وانشئ قاعدة بيانات. طبعا واجب ان تكون امور قاعدة البيانات سرية بالنسبة لك عشان الامور تظل بالسليم. هنا الباسورد، وهنا راح نضع اليوزر نيم، وهنا النيم تاع الاستضافة او تاع قاعدة البيانات، ونكست. هنا يطلب منك اللي هو البريد والاسم والتسجيل والادمن. هنا بيطلب منك الباسورد، وهنا إعادة صياغة الباسورد. أنا هذه الطريقة اللي بطرح لك إياها هي أفضل طريقة لتتصدر أي مشروع، أي مشروع بدك إياه، أي مشروع بدك إياه. لحتى بس أوضح هذه النقطة البسيطة، لو أجيت على موقع سيمرش وأخذنا دومين سيمرش دوت نت، راح تتصدر وركبت أداة شبيهة لسيمرش،
راح تتصدر السيم رش بكل سهولة. تم تثبيت الموقع والأداة، تم تثبيت الموقع بالكامل مع كود تفعيل مدى الحياة. هذه لوحة التحكم وهذه واجهة الموقع الرئيسية. هذا هو الموقع أمامكم، موقع اختصار روابط، يعني أي رابط بدي إياه بيختصر لي إياه باسم موقعي تيتش زي ما أنتوا شايفين. تمام، هذا اختصار لأي موقع. فأصبح أنا في عندي موقع اختصار روابط مميز جدا اسم الدومين، ورائع جدا لحتى أتصدر بالطريقة اللي بدي إياها. الآن أبدأ في بناء الموقع. أول شيء بسجل دخول على لوحة التحكم، طبعا هذه لوحة التحكم الخاصة فيها. زي ما أنتوا شايفين لوحة التحكم بسيطة جدا، رائعة ممتازة. المنطقة الإدارية، هنا في عندك المظهر، طبعا تقدر تعدل في المظهر بالإشي اللي بدك إياه بالشكل اللي بدك إياه. هي في عندك اللوجو، في عندك الإعدادات، يعني شيء ممتاز ورائع جدا. خلونا نبدأ نعدل بالشيء اللي بدنا إياه. أول شيء راح أتوجه على هذا الحساب وعلى كانفا، وراح أصمم لوجو جديد، وراح أتوجه على هذا الموقع لحتى أسحب بعض المعلومات المهمة منه. هذا راح يكون اختصار للرابط الرئيسي او شكل الايقونة اللي في الرأس. تمام، اللي هي هذه الايقونة. انا اللي هو اللوجو الرئيسي، شكل اللوجو الرئيسي راح يكون مميز. ناخذ هذه الصورة بس راح ناخذها بلون ثاني آخر. الآن نبدأ نصمم اللوجو اللي بدنا إياه. أول شيء أنا نزلت صورتين بدي أرفعهم، هاي الصورة وهاي الصورة. فهنعمل الخلفية للون آخر. نيجي ناخذ او نشوف الموقع الرئيسي كيف شكله. زي ما انتم شايفين، فانا بيجي باخذ اسم الدومين تاعي زي ما هو، وابدا بالتصميم بالاشي اللي بدي اياه. اول شيء اضافه خط، تصغير، تصغير،
أنا أسجل خروج. هذا هو اسم الموقع بالشكل المختصر، وراح أنا أعملها كتابة مشبكة. طبعا هنا اختيار الخط، هذا هو الخط، في عندي هاي، وهذا مميز جدا لكن مايل. أنا ما في ميلان، هنا بالطريقة أيضا هذا حلو. شوف هذا طبعا تقدر تصمم عن طريق كانفا خلال اسبوع الشكل والخط والشيء اللي بدك اياه انت بكل سهولة جدا. شوف هذا، هذا مميز جدا. في كثير خطوط رائعة جدا تقدر تستفيد منها. احنا بدنا نحاول نشوف خط مشبك. نشوف هذا. نكبر الخط كمان شوي لحتى يصبح بالشكل هذا. تمام، الآن نحفظ الصورة، حفظ المشاركة، تنزيل الصورة، خلفية شفافة، تنزيل. نتوجه لهذا البرنامج، هذا برنامج معروف يعني، لحتى تقص حجم الصورة. استعراض اللي هو هذه الصورة، قص. ثم حفظ. تمام، الآن نتوجه على الموقع بتاعنا، نرفع نستبدل هذه الصورة بصورة جديدة زي ما انتم شايفين. الآن هنا بطلب مني اللون الأبيض، راح أعملها لون أبيض لكن خلفية خلينا نقول سودا. أبيض. وهنا ما في لون أبيض. راح انزل الصورة الثانية اللي تم رفعها على الموقع التحميلات، الصورة
بالشكل هذا يا أصدقاء، ثم حفظ دون خلفية، تنزيل دون خلفية شفافة، حفظ نيجي على نفس البرنامج هذا ونرفع الصورة جديدة. هي هاي الصورة جديدة تمام، ونعمل اقتصاص نفس ما عملنا قبل قليل. وحفظ باسم للصورة المقتصة، فأصبح اللوجو هيك بالطريقة هذه جاهز 100%. نختار اللوجو الثاني الأبيض زي ما انتوا شايفين، هذا هو اللوجو. انا اسم الموقع، وصف الموقع، انا هذا اسم الموقع، لكن نضيف عليه حرف ال، ونيجي على وصف الموقع، هذا هو وصف الموقع، لكن نضيف عليه حرف ال. نفذ الرجوع الصفحة المقصودة، رأس العنوان اللي هو هذا الألوان اللي موجودة هان، نقدر نحط هاي نشوف كيف الطريق للإشي. لا، استخدام الافتراضي، أو نقدر الشيء هذا نشوف. الآن الكلام هذا أنشئ عنوان رابط مختصر، لو أجينا على الموقع الرئيسي ترجمة، يعني هيك بالطريقة هاي، تمام، وأخذنا هذا الكلام أيضا ولصقناه، وأجينا استبدلنا هذه الصورة الرمزية بأي شيء يعني كصورة سوداء. يعني نيجي على هذا الموقع كانفا، وهذه الصورة نفسها نعمل إلها ألوان يعني بالطريقة هاي، ألوان بالشكل هذا، حفظ تنزيل، نيجي على الموقع ونعمل استرداد للصورة زي ما انتم شايفين، هذا اصبح شكل الصورة. نفذ، نيجي نشوف شكل الموقع، ناخذ اختصار الدومين ونفتحه في اي موقع مخفي، شوف الشكل تاع الرئيسي. ترجمة، بناء اتصال رقمي اقوى، والصفحات المقصودة للاشتراك، اداة تقصير عناوين، انا واجب نعدل الاسم بالشكل هذا زي ما انتم شايفين. فاحنا شو بدنا نساوي الشيء او اللون، تقدر تعدل عليه بالشكل هذا، الشكل هذا، اللون هذا، اللون هذا، عندك عدة الوان وعدة خيارات، هذا اللون، هذا اللون، هذا اللون، تقدر تخليها اسود، يعني ننزل اسود
نعمل استبدال للأسود. لون تراكب الرأس. الأزرار الإجرائية اللي هو صفحة الموقع، تسجيل الدخول، تحديث، يعني في ميزات أكثر من رائعة. نيجي نكمل نشوف النتيجة. المظهر، المواضيع، مظلم أو يعني الخط، نشوف حجم الخط هنا أو هذا أو هذا. يعني صراحة في ميزات مهيبة جدا، وأنا لأول مرة أشوف شيء زي هذا. يعني صراحة أنا شو شكل الخط كابيتال، هذا خط مميز جدا. سيف، رجع. هنا لون الخطوط، هذه الأشكال اللي شايفينها انتو، يعني شو اللون. انا اللون خليه يكون احمر زي ما انتو شايفين، يعني عدل لك بالشكل اللي انت بدك اياه. وهذا اللون، وهنا اللون الأسود اللي هو لون الرابط. سيف، نعمل ترجمة. لو اجينا على الدومين الرئيسي، فراح يحولنا اوتوماتيك على الداشبورد. هنا في عندنا التسجيل، وهنا اللوكينج، احترافي أصبح. لكن والله لو صحلنا نعدل حجم الخط بشكل أحسن. الآن الإعدادات العامة، هذا الرابط الرئيسي، توجه على الإعدادات العامة، الرابط الرئيسي، الصفحة الرئيسية المقصودة، موضوع الموقع، النظام، ضوء، يعني تقدر تعدل عليه، شو الإعدادات اللي بدك إياها بالشكل الرئيسي.
الموضوع حفظ. لو أجيت يعني على اللوحة الرئيسية الشكل هذا يكون يعني مثل ما أنتم شايفين أسود أو أبيض، معنا المفروض هذا يظهر الأسود. الأسود الأسود بالكامل، اختيار طبعا هذه السايت ماب للموقع، اعمل لها ترجمة انشئ الخرائط. هذه الخريطة خليها بتلزمنا لحتى بس نعدل على المظهر. اعدادات عامة، هذا اللي هي اللوحة اللي فوق الرمز، وهنا الشعار اللي هو راح يكون استبدال بهذا الشعار. تمام، شعار الظلام المحمول، وهذا شعار الضوء المحمول، وهنا اسم الموقع. خلونا نعدل على الاسم اللي شفناه هان، أصبح جاهز. نرجع إعدادات تحسين محرك البحث، الصفحة المقصودة، هذه أمور برمجية ما تهمنا. ارجع، تعليمات برمجية وجافا سكريبت، تخصيص، يعني إذا حابب تضيف كود أدسينس، خلونا نضيف كود أدسينس. الحلقة طويلة لكن صراحة يعني راح تتعلم منها فوائد كثير ممتازة. هذا كود أدسينس حفظ، نفذ، أن نرجع على المظهر، لا على الإعدادات، وهنا أنشأنا خريطة. تمام، نرجع على المظهر وعلى الأكواد البرمجية والجافا سكريبت. تمام، أول شيء يا أصدقاء أنا أضيف الدومين في أدوات مشرفي المواقع، هذا الموقع أتوجه على أدوات مشرفي المواقع وأضيف الدومين، إضافة دومين جديد، متابعة، راح يعطيني هل يا ترى بدك تضيفها في كود HTML، نسخ الكود، لصق الكود هان، طبعا راح نحط عدم الترجمة، سيف، اتأكد لي هل الكود موجود. تم إضافة الكود. الآن صفحة السايت ماب مثل ما أنتم شايفين، هذا الرابط تاعها، نأخذ الرابط، إضافة خريطة،
تم إضافة الخريطة بنجاح. نعمل تحديث. تم إضافة الخريطة بنجاح. تمام يا أصدقاء، سجل خروج هنا وهنا، سجل لي عودة، وخلونا نتوجه على اللوحة الرئيسية ونكمل ترجمة الروابط. يعطيك الرابط مباشر، إطار، تدفق. الحد الأدنى لطول الرابط 2. الاسم المستعار دقيق الطول، يعني هذه معلومات عادية تقدر تستفيد منها. أنا إظهار شعار، طبعا بدي شعار موقعي. انتهاء شعار الرابط، ما بدي ينتهي بالمرة أبدا، اللي هي أول خيار. جاري حفظ. نتوجه على الإعدادات اللي بعدها. في ميزات كثير رائعة، تمكين الاشتراك، هذه ميزة ممتازة. باي بال، بوابة الشريط، البطاقات المقبولة، هذه ميزة راح تتفعل مجرد ما صار في يعني حجم زيارات. الموقع، المنطقة الزمنية والأمور هذه يعني بالشكل هذا. المصادقة، تطلب تأكيد بريد إلكتروني، هذا تأكد أن البريد الإلكتروني شغال 100%. تعطيل التسجيل، زر تسجيل الدخول من جوجل، معرف العميل جوجل، سر العميل، تطبيق الفيسبوك وتويتر. هنا هذه الأمور والإعدادات واجب أنت تحطها، فرح نلغي تويتر والفيسبوك ونترك محرك جوجل. معرف العميل في جوجل، خلونا نبحث عنها. هذه قضيتها قضية. جاري التحميل، تحسين تسليم الملف، أقراص التخزين هنا، حجم القطع، يعني أمور ممتازة. هنا البريد الإلكتروني، هنا مخبأ ملفات، ناقل الجند مدرعة. شو ناقل الجند مدرعة؟ هذا إعلان أدسنس. هنا الإحصائية، أنا لوكينج، أعتقد الدي إن إس، طابور، إعدادات التحقق، هان صفحة الاتصال بنا، وهان صفحة التسجيل، لائحة الحماية. والقوائم، والله في ميزات رهيبة جدا. إعدادات الروابط، العلامات، الإعلانات، الصفحات، صفحة الخصوصية والاتصال بنا ومن نحن. خلونا يا أصدقائي قبل ما أنهي الحلقة أشوف شكل الموقع كيف أصبح. هذا هو شكل الموقع كامل، سريع جدا، لطيف زي ما أنتم شايفين. وهنا في عندي رابط مختصر، وهي صفحات الخصوصية. طبعا
طبعا هذه بدها تظبيط صفحة من نحن والاتصال بنا. راح يتم تحميل الأداة مجانا للجميع بإذن الله. أتمنى التوفيق إلي وإلكم، واعتمدها في قبول أدسنس أو أي شيء أنت بدك إياه. يسعد مساكم وأوقاتكم الطيبة يا رب.